الحكواتي أو الروائي شخصية شعبية يتذكرها الكبار ويتذكرون معها زمنا جميلا. زمنهم هم يقولون أنه أجمل من زمننا، فنحن أصبحت لدينا الشاشة الصغيرة أي التلفاز، هي موجودة في المنازل والمحلات والمقاهي بمثابة حكواتي آلي على مدار اليوم، لا يستطيع المتلقي أن يتفاعل معها. أما في زمنهم الحكواتي الإنسان الذي كان يحتشد حوله الناس في المقاهي قديماً كان يقوم بسرد القصص وأحداثها ويتفاعل معه دائماً الجمهور، يتحمسون ويجسد لهم الأدوار ويقوم بإعادة الحركات والصوت فهم يتفاعلون معه. ما يميز حكواتي الأمس في المقاهي وفي مقاهي مدينة دمشق تحديداً تلك النفحة من القيم والفضائل التي كانت تتسم بشخصية روايته، كانت تغذي نفوس المتلقين وعقولهم ولا سيما الشباب منهم. الحكواتي شخصية واحدة جسدها كثيرون على مر عقود من الزمن، وهي مهنة عرفتها بلاد الشام منذ مطلع القرن 19 وحظيت بشعبية كبيرة جعلتها جزء من التراث الشعبي في هذه البلاد، واشتهرت مدينة دمشق شهرة كبيرة بالحكواتي. لا يوجد مقهى من مقاهي مدينة دمشق التراثية قديما إلا وبها حكواتي، فهو من تراثنا الشعبي. الحكواتي يقص علينا قصصا جميلة جدا، فهم يتحدثون عن قصة الوزير سالم، الملك، والقائد، والظاهر بيبرس، وألف ليلة وليلة، وعنترة، وروايات جميلة جداً من زمننا القديم. قصص وروايات الحكواتي طالما ارتبطت بالمقاهي الدمشقية العريقة. عمل الحكواتي كان يتواصل على مدار السنة، لكن لرمضان خصوصيته الخاصة، فهو مرتبط ببعض المواضيع التي تناسب الشهر الفضيل والقيم التي يمثلها، ومن هذه القيم عادة ما كان الحكواتي يتحدث عنها وعن فضائلها في رواياته مجسدة بتصرفات أبطال هذه الرواية والتعبد والتجهد. كان يحتاج إلى وقت للراحة والترويح عن النفس، فكان يجد ذلك في جلسة الحكواتي. ومن الغريب أن بعض الأشخاص كانوا يمتزجون مع الحكواتي ومع رواياته ويعشقون سماعها إلى آخر لحظة. في أحد المرات الحكواتي أوقف القصة، أوقفها لكي يجعل التشويق ليوم آخر، لكن أحد زوار المقاهي لم يستطع أن يتمالك نفسه. لحق الحكواتي إلى منزله وهناك طلب منه أن يكمل له القصة. أما نحن الآن مع التلفاز نستمع إلى كل شيء على هذا الجهاز الآلي أو الحكواتي الآلي، ولكنني بصراحة أحب حكواتي أيام زمان، فهو يجعلني مستمتعة تماما بقصصه.